الدخول البريطاني على خط هذه المعركة، العمليات الاستخبارية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ البعض يتساءل، هل هذه القوة من الممكن أن تساند الجانب الإسرائيلي إذا إسرائيل واجهت مشكلة في عمليتها البرية؟ أحمد، من دواعي سروري أن أكون معك مجددا وأرحب بمشاهديك. أعتقد بأن انتشار القوات البريطانية هو مثل انتشار القوات الأمريكية، فهو يوضح الدعم ويحاول أن يشجع الإيرانيين وإيران وأذرعها على عدم التدخل أو حتى يثبطهم عن مزيد من الانخراط في هذا النزاع، وأن يبقى هذا النزاع ما بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني دون تدخل أي طرف خاصة من المنطقة. لا أحد حتى من أي مكان آخر أو من أوروبا يرغب في أن يرى توسعا لرقعة هذه الحرب كما ذكرت سابقا. طيب، بالحديث عن حزب الله اللبناني، هنالك قلق من هذه الجبهة تتصاعد، يضربون كاميرات على الحدود مع الجانب الإسرائيلي وغيرها. هل الجانب الأمريكي والجانب البريطاني تحديدا، أتحدث هنا مثلا عن الأمريكي، هل هو جاد في مسألة المواجهة إن صعد حزب الله اللبناني في هذه المنطقة؟ وهل تعتقد أن حزب الله فعلا قد يريد الدخول في هذه الحرب بتقديرك للموقف الآن؟ هذا سؤال مفصلي حقيقة. نعم، هم يصعدون بالفعل، هم يستفزون إسرائيل يوما بعد يوم كما ناقشت، وهم يضربون الكاميرات ليحدوا من قدرة إسرائيل على المراقبة. يمكن أن تدعو ذلك أنهم يعدوا ساحة القتال. في هذا الأسبوع المنصرم، ربما لأن الحرب الإلكترونية لحزب الله، فقد أرسلوا صافرات الإنذار في إسرائيل وخاصة شمالا. فإذا إسرائيل الآن هناك عدة مزارع وعدة قرى تزج بمواطنيها في حدود 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، لأن ينسحبوا ولأن يدخلوا في عمق إسرائيل وأن يبتعدوا عن الحدود حتى لا يصابوا بالهجوم كما هو شأن سكان غزة. ولكن في نهاية المطاف فهذا ليس قرارا لحزب الله، وإنما هناك قادة في طهران سيتخذون هذا القرار، وإيران لديها عقلان. فمن جانب أعتقد بأنهم يرغبون في التدخل وأن يحظوا بأن يكونوا الحماة للشعب الفلسطيني، وقطعا أيضا كانوا يدعمون الأسد عندما دمر أسد مخيم اليرموك في سوريا بقتل كل هؤلاء الفلسطينيين، ولكن يرغبون في أن يروا كأنهم حماة الشعب الفلسطيني في فلسطين. وأما العقل الآخر لهم في ذات الوقت، فهم لا يرغبون في استخدام حزب الله. حزب الله هو الرادع الأقوى لأي عمل عسكري إسرائيلي ضد البرنامج النووي الإيراني، وإيران ترغب في أن تحافظ على هذا العامل الردع سليما كوحدة غير مدمرة، حتى تكون جاهزة للردع وللهجوم على إسرائيل. وكما رأينا في 2006 بعد الحرب، فإن حزب الله كان يطلق بالصواريخ بعد أيام طويلة من الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ولكن الخزين الذخيرة والصواريخ لحزب الله كلها قد دمرت، وكذلك مقاراتهم في الضاحية في بيروت. واستغرقهم الأمر 6 سنوات لحزب الله لإعادة بناء نفسه. فإذا إيران لا ترغب في أن تهدر هذه الأصول، أصول حزب الله، والتي ستكلف تكلفا باهظا. فإذا نعم، لدي شكوكي بأن حزب الله وإيران فعلا يرغبان في أن يتدخلا في حرب ساخنة واسعة الرقعة، وإسرائيل لم تبدأ في هجومها البري بعد.